عودة عروج ريس إلى موطنها قد لا ينزع فتيل نزاع تركي يوناني هو في حكم المؤجل، ما لم تحسم خلافات عديدة تمتد في التاريخ وتتوسع في الجغرافيا، تصل ارتداداتها إلى السواحل الليبية البعيدة عن الدولتين المتنازعتين على النفوذ والغاز الشرقي المتوسط. قبل أن تسفر المفاوضات بين أنقرة وأثينا في مقر حلف شمال الأطلسي عما يهدئ التوتر الشرقي المتوسط، ترمي طرابلس حجرا في مياه الحوض المضطرب. حكومة الوفاق الليبية تدعو اليونان ومصر وإيطاليا إلى التوقف عن انتهاك الحقوق البحرية الليبية. في ظل انشغال الليبيين بحربهم الداخلية، وقعت هذه الدول مؤخرا اتفاقيات ثنائية لترسيم الحدود البحرية بينها. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله أطلع خلال اجتماع في طرابلس وزير الخارجية عما يجري في البحر. شركات نفطية رخصت لها الدول المعنية استغلال موارد الطاقة في مياه تقاطعت فيها اتفاقيات الاستغلال البحري وضاعت فيها البوصلة. وزير الخارجية الليبي كشف عن أن حكومة الوفاق أرسلت احتجاجات إلى اليونان ومصر وإيطاليا، كما أنها تقدمت بطلب إلى كل من اليونان ومالطا لبحث ترسيم الحدود البحرية ووضع حد لفوضى الاتفاقيات. لجأت اليونان إلى عقد اتفاقيات بحرية من جانب واحد مع مصر ثم مع إيطاليا لمحاصرة اتفاق مماثل بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. في الاتفاقية التي وقعتها القاهرة مع أثينا يبدو السيسي مفلسا، هكذا يتهمه المنتقدون، يخوض معارك مياه خاسرة. جنوبا يكاد يخسر معركة النيل، وشمالا تنازل عن حقوق مصر في البحر، فعلى ذلك نكاية في تركيا، وعلى دربه سار حليفه في بنغازي، نكاية في حكومة الوفاق طعن في اتفاقية هي في صالح الليبيين تكسبهم تمددا في الماء. أثينا وجدت في اللواء المتقاعد سندا خنجرا لتمزيق الاتفاقية مجانا دون أن تدعم مساعيه العسكرية للتمدد في المدن الليبية.